قبل ما نروح لمباراه اليوم، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، ربنا يجعله يا رب شهر خير وسعاده على الجميع، وربنا يتقبل صالح الاعمال. امبارح كان في لقطه صعبه جدا على كل جماهير الكره المصريه، مباراه في الدوري الممتاز مودرن فيوتشر امام الاتحاد السكندري. احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر خد كل القلوب امبارح، امبارح لما وقع في مباراته في الدوري الممتاز، امبارح كان تعرض لاغماء وهبوط في الدوره الدمويه، لقطه يعني كانت صعبه على الجميع. احمد رفعت في الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه بيحتاج دعاء الجميع، يا رب نتمنى له كلنا السلامه والشفاء، وانه يقوم لاهله وجماهيره ومحبيه وكل اسرته بخير. كانت لقطه صعبه جدا امبارح، الكل قاعد منتظر، الكل امبارح بيترقب الموقف، الكل نفسه يسمع خبر كويس. في الوقت الاول كانت الموقف كان صعب جدا جدا جدا، لكن بعد ما تدخل الاطباء الامور بدات تستقر الى حد ما، لكن الامور لحد دلوقتي يعني محتاجه دعوات الجميع. يا رب يطمن اهله واسرته وكل جماهيره وكل محبيه. احمد رفعت واحد من اللاعبين المميزين، واحد من الشخصيات المحترمه، واحد من اللي عمرنا ما سمعنا عمل مشكله، فعلشان كده الناس كلها بتحبه. فمن هنا من قناه النادي الاهلي بنتمنى ان شاء الله السلامه لاحمد رفعت، ويقوم بالسلامه باذن الله.